الشوط الاول كابتن جمال كان واضح جدا انه الزمالك نازل بتوتر الغيابات يعني، والتشكيله الاضطراريه وطريقه اللعب الاضطراريه اللي لعب بيها فيلا النهارده، فبتحس كده اول 20 دقيقه تحديدا، وده اللي اتكلم عنه فيلا كمان بعد المباراه، كان في توتر زايد عن اللازم. ضيف على ده كمان مستوى زيزو اشرف بن شرقي كمان تحديدا في الشوط الاول كانوا بعيد، اللي هو الركائز الاساسيه اللي ممكن يعتمد عليهم الزمالك هجوميا، فخلى الزمالك الشوط الاول تقريبا ما كانش له شكل كبير في 45 دقيقه. يعني اتفق معاك في بعض النقاط. الزمالك اول هجمه ابتدى ينظمها في الدقيقه 24. يعني مش قادر اقول ان ده توتر، بس قادر اقول انه لعيبه الزمالك كانت عندها حرص زياده عن اللزوم. طريقه اللعب ممكن بتغير طريقه اللعب، مش شرط ان انت تدي تعليمات، بس ساعات لما بتغير طريقه اللعب تدي ايحاء للعيبه ان انا النهارده ممكن نازل ادافع او نازل امن اكتر منه ان انا عايز اكسب. صحيح. فالشوط الاولاني ممكن يكون لعيبه الزمالك يعني ما استوعبتش الطريقه بالشكل اللي المفروض الراجل مديهم حريه. اكيد في ناس اللي عندها حريه ان هي تهاجم. صحيح. الشوط الاولاني عبد الله جمعه المفروض بيهاجم ناحيه الشمال، هو اشرف بن شرقي دي جابها، سيد عبد الله ومعاه زيزو المفروض ان دي جابها، المفروض ان امام عاشور بيكمل من ورا عمر السعيد، كل ده احنا ما شفناهوش. مظبوط. حاله لعيبه النادي الاهلي كانت حاسه ان هم ما يقدروش يلعبوا ال 90 دقيقه بنفس القوه. لعيبه برضو مرهقه منتخبات، ده وضع طبيعي جدا، مباريات متلاحمه، فبرضو دي نقطه مهمه جدا. فالنادي الاهلي طلع كل اللي عنده يمكن اول تلت ساعه نص ساعه. صح. عشان يخلص المباراه بدري، عشان زي ما الكابتن احمد كده المفروض انه ارتاح بقى الشوط الثاني، بس ما قدرش يستغل الفرص اللي جات له. صحيح. ودي برضو علامه استفهام كبيره، يعني في كره بتاعت مجدي قفشه انا شايف ان هي في منتهى السهوله بعد الهدف اللي بعد الهدف على طول. طبعا علي معلول، في كره علي معلول بتاعت علي معلول، يعني في كذا كوره كان المفروض ان لعيبه الاهلي تتعامل معاها بحرص اكتر من كده، لانه المباريات اللي زي دي ممكن تبقى انت متفوق، بس الكرات السهله دي مش هتجيلك كتير، والتفوق في المباريات اللي زي دي ما بيفضلش معاك دايما 90 دقيقه. بالظبط كده. انت بيبقى عندك فتره متفوق هي فيها، مرحله تستغل يا ما تستغلش. بالظبط كده. فالنادي الاهلي لما تفوق في الشوط الثاني استغل. بالظبط كده. فالنادي الاهلي الشوط الثاني ما كانش موجود تماما، غير بعد ما بقت النتيجه 2-1 ابتدت اللعيبه تحس ان خلاص المباراه بتهرب منها. نادي الزمالك الشوط الثاني مع التغييرات، مع نزول شيكابالا طبعا اثر بشكل كبير جدا على الاداء الجماعي للاعيبه الزمالك، بقى في ثقه ان انا مش ده اللي انا كنت عايزه. لا، المفروض انه زي ما بقول لك حتى لو غيرت طريقه اللعب بس بامن، بس برضه لازم يبقى ليا شكل هجومي. صحيح. فده اللي حصل بقى الشوط الثاني، بقى في شكل هجومي وبقى في تغييرات. حتى لسه كنا بنتكلم مع انا والكابتن احمد جوه انه بقى نجم هو الباك رايت. ايوه. فده برضو بيدي انطباع للعيبه بقى خلاص داخل الملعب ان احنا دلوقتي لازم نهاجم، ودلوقتي لازم نبقى احنا المسيطرين. مع حاله لعيبه النادي الاهلي في الشوط الثاني برضو ساعدت لعيبه الزمالك ان هي تتفوق وتبقى مسيطره. الزمالك رجع للمباراه بالهدف التعادل، وبعدين قدر ان هو يحرز الهدف الثاني، وضيع اكتر من فرصتين ثلاثه ممكن كان يبقى فيهم اهداف، في كره اللي جت في العارضه في الاخر بتاعت امام عاشور طبعا، دي هدف مليون في الميه. صح. الكره اللي طلعها الشناوي ببراعه اللي هي بتاعت يوسف اسامه نبيه برضو دي كانت فرصه مهمه جدا. الكره بتاعت شيكابالا اللي هي خدها من سيد نيمار وراحوا، كان في 3 4 على ممكن 2 لعيبه من المدافعين اللي هي ناحيه اليمين، اليمين بسرعه يدخل 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 لغايه اما اتقطعت منه. دي كانت لو اتلعبت بسرعه دي كان يبقى هدف مؤكد. صحيح. فانا شايف ان النتيجه يعتبر عادله بتقاسم الشوطين. بالظبط. الشوط الاول الاهلي كان متفوق، والشوط الثاني الزمالك كان متفوق.